المنطقه العربيه او منطقه الشرق الاوسط في حاله تحولات كبرى، منطقه يسودها الاضطراب السياسي مفعمه بالعنف بالميليشيات المسلحه. يعني اصبح العنف هو لغه يوميه، سواء في البلاد اللي بتعطى المثل بها عاده، ليبيا، اليمن، سوريا، العراق، او حتى الدول الاخرى اللي فيها احداث ارهابيه. يعني في العام الماضي الكويت، السعوديه، مصر، تونس، تعرضت لاحداث ارهابيه مره واثنين وثلاثه.